برنامج برعاية مصرف الخليج التجاري. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مال واستثمار. العاصمة بغداد كبقية المحافظات التي تسعى من أجل تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستثمارية، ورغم خصوصيتها فإنها تواجه الكثير من المعوقات تجاه تلك المشاريع، ورغم ذلك تقدمت بتنفيذ عدد من المشاريع السياحية والسكنية وأخرى، وأظن أنها الأكثر قياسا ببقية المحافظات. فقرة خطاب ضمان سنناقش فيها واقع الاستثمار في العاصمة بغداد، وفي الحلقة أيضا تأخر مستحقات الفلاحين المالية وما هي خطواتهم التالية بعد التظاهرات التي نظموها في عدد من المحافظات العراقية. وقبل البدء دعونا سادة الأكارم لننطلق من فقرة العراق الاقتصادي، فابقوا معنا. نعود سادة الأفاضل نستعرض أهم الأحداث الاقتصادية التي مر بها العراق هذا الأسبوع. أشاد وفد من الخزانة الأمريكية بإجراءات البنك المركزي العراقي تجاه مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال خلال زيارته لمبنى البنك المركزي، حيث ناقش واستمع على الإجراءات والآليات سيما التي طبقت خلال العام الماضي بما يخص البرامج الإلكترونية المتقدمة والتي استخدمها البنك لأول مرة، وأبدى الوفد دهشته لسرعة وكفاءة استخدام تلك البرامج والمعايير التي وضعها البنك بالاستعانة بمكتب التدقيق الدولي KPMG والمتعلق بتنظيم عمليات بيع الدولار والرقابة عليها من خلال درجات امتثال كل مصرف لكافة قواعد الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقمي 39 لسنة 2015. قال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد أن الحكومة عاجزة عن ملاحقة كل الفاسدين والمفسدين، وليس فقط في المنافذ الحدودية والجمارك وإنما في باقي مفاصل دوائر الدولة الأخرى، وأضاف أن هنالك فساد في المنافذ الحدودية وتهريب وإعفاءات جمركية وفرض رسوم بطريقة عشوائية على البضاعة المستوردة وقرارات تصدرها المنافذ دون الرجوع إلى مديرياتها، وهذه كلها عملية فساد وهدر للمال العام وتؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن المنافذ الحدودية تعتبر أحد روافد الاقتصاد والإيرادات غير النفطية للبلد. أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أنه سيعاد الاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية التي تصل نسبة الإنجاز فيها 80%، وأضاف صالح إن العراق مر بدورة اقتصادية خطيرة بسبب هبوط أسعار النفط والحرب ضد الإرهاب، مبينا أنه في الوقت الحالي بدأت أسعار النفط تتحسن والحرب في نهايتها، وأن الدورة الاقتصادية ستنتهي إلى وضع أفضل، وأضاف أنه سيتم البدء بالعمل التشغيلي في المناطق المحررة بتشغيل العاطلين عن العمل، وأيضا سيعاد الاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية المتوقفة التي تصل نسبة الإنجاز فيها 80% أو أكثر لغرض استكمالها. سادتي ابقوا معنا لنمر سريعا على أخبار الصناعة والزراعة. أهلا بكم سادة الأكارم مرة أخرى. قطاعي الصناعة والزراعة شهدا أحداث خلال الأسبوع الماضي كان الأبرز فيها. اعتبرت لجنة الزراعة والمياه النيابية إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام فرصة أخيرة للإيفاء بتعهداته للفلاحين من خلال الدفع مستحقات مالية المتأخرة منذ 3 سنوات متتالية في جميع المحافظات، والتي كان لها الضرر بالغ على حياة الكثيرين وأسهمت في تدني مستويات الإنتاج الزراعي على نحو يهدد بهجرة أهم قطاع حيوي في البلاد. وتابعت اللجنة أن أي إهمال لملف دفع مستحقات الفلاحين لن تقبل به، وستلجأ إلى تقديم استجواب رسمي لرئيس مجلس الوزراء والدوائر المختصة في داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن أوضاع الفلاحين باتت صعبة للغاية في ظل عدم القدرة على تأمين تكاليف الإنتاج. وللحديث أكثر ينضم لنا بعد الفاصل داخل الاستوديو رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية السيد حيدر عبد الواحد، فابقوا معنا. حياكم الله سادة الأكارم مرة أخرى، معي في الاستوديو السيد حيدر عبد الواحد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية. حياك الله سيد حيدر. الملف الأخير اللي دار بين قطاع الزراعي هو عدم وصول مستحقات مالية للكثير من الفلاحين. بدأت مراحل بتسديد مستحقات فلاحين لعدد من السنوات، لكن بالآونة الأخيرة تلكأت الحكومة بتسديد مستحقات فلاحين، وهذا الملف هو الأكثر اليوم تداول بين الفلاحين. انتم كجمعيات فلاحيه ماذا ترون، ما هي الاسباب الحقيقيه وراء عدم
سداد مستحقات الفلاحين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولقناتكم الكريمة. حقيقة من أهم مشاكل قطاع الزراعة مثل ما تفضلت جنابك وعدم سداد المستحقات، باعتبار أنه الفلاح يعتمد اعتماد مباشر وكلي على هذه المستحقات بعملية الاستزراع اللاحقة. احنا لدينا قسمين من التسديد، لدينا المناطق الساخنة والقريبة من المناطق الساخنة والمناطق الآمنة. في المناطق الآمنة وصلنا إلى نسب تسديد ما يقارب 50% من المستحقات، ولدينا وعود من قبل الحكومة خلال الأسبوع القادم والأيام القليلة القادمة سوف تسدد كافة المستحقات لإخواننا الفلاحين إن شاء الله. بالآونة الأخيرة شو كانت الأسباب إنه ما سددوا؟ والله هي تعرف إنه هذا الموضوع يتعلق بوزارة التجارة، وزارة التجارة حولت القوائم إلى ديوان الرقابة المالية من أجل تدقيق الأسماء. كان اتصال لنا يوم الخميس في ديوان الرقابة المالية، أعلمونا بأنه القوائم جاهزة وأرسلت المبالغ. بس أعتقد التدقيق هو مو مشكلة الفلاح. لا، هو اختصاص الحكومة، المفروض يكون سابق إلى هذا الموضوع حتى تتهيئ الديوان الرقابة المالية. هي قوائم مسبقا باعتبار أنه هذه الأموال مطلوبة بها وزارة التجارة منذ زمن طويل، المفروض تكون معدة ومدققة. هذا يتحمله عدم التنسيق بين الدوائر، باعتبار أنه المفروض يكون وزارة التجارة مرسلة القوائم إلى ديوان الرقابة المالية قبل فترة. للأسف الشديد وصلنا إلى مرحلة أنه تأخرت إلى بعد الرؤية الثانية للموسم 2016-17 من ما عاق عملنا. وش أثر هو عدم وصول مستحقات المالية على أكيد الفلاح؟ كل الفلاحين يعتمدون على أنه تكون مبالغهم لديهم حتى لا يضطر أن يأخذ المستلزمات الزراعية بطريقة الآجل من التاجر، وبالنتيجة كلفة ضافت كلف إلى الإنتاج، وبالنتيجة ما راح يوصل. وخصوصا أنه اليوم وصلت كتب إلى وزارة الزراعة باعتبار أنه مجلس الوزراء قرر تخفيض السعر الطن الواحد من الحنطة بمبالغ كبيرة. يعني تصل إلى دعم من الحكومة، لكن هذا إيش قد مدى التأثير خلال هاي الفترة أثر على الفلاح؟ احنا دارد نحسبها بالحسابات النسب، يعني احنا خسرنا ما يقارب النصف، النصف تقريبا نصف الناتج للموسم الماضي، باعتبار انه بدأ انتاجنا بثلاثة، وصلنا الى ثلاث ملايين طن خلال الموسم الماضي. الموسم الحالي وصل انتاجنا الى 1.5 مليون. طبعا هذا مع انه نعرف انه قسم كبير من محافظاتنا دخلت بموضوع المحاذير الامنيه وتجنبنا انه توصل الى السايلوات، لكن خساره ما يقارب النصف تعرضنا بسبب هالموضوع. زين، هاي المستحقات راح توصل للفلاح؟ اعتقد قبل فتره اعطوهم سندات عن طريق البنك المركزي العراقي، هاي راح تعطى سندات راح تسيل هاي السندات راح تعطى اموال بشكل رسمي؟ راح تتعب على شكل اموال، يستقطع من الفلاح نسبه 2% من هذه كأجور. الدولة تحملت ما يقارب 7% أرباح دفعت إلى البنك المركزي من أجل استحصال. موضوع السندات تجاوزنا باعتبار أنه لا توجد عملية ممكن يعطى إلى التاجر، لكن الفلاح ماذا يفعل بالسندات؟ وراح يدخل بعملية مضاربة. إيش قد سحب المبلغ للرصد لهذه المستحقات؟ المبلغ اللي رصد حاليا هو 1.8 تريليون. تغطي لدينا قسمين، القسم الأول هو قسم مستحقات الشعير اللي هي الشعير اللي هي عند وزارة الزراعة ما يقارب 100 مليار دينار، وباقي المستحقات لدى وزارة التجارة اللي تخص موضوع الحنطة. هذا المبلغ يغطي لنسب قليلة جدا إن شاء الله. احنا مطالبتنا أن يكونون إخواننا في المناطق محافظاتنا الغربية تكون مشمولة بالدفعات بعد التدقيق الأمني. أكيد احنا مع أنه يدقق، أنا ما أريد أوصل أرض أخذ حق هذا الموضوع، بس أريد أروح إلى موضوع آخر يتعلق بموضوع المستحقات. يعني في حال عدد، يعني الحكومة وعدت قبل فترة أنه راح تعطي المستحقات لعدد من الفلاحين، وتلكت وشاهدنا ظهور عدد من التظاهرات بعدد محافظات، اعتقد محافظة واسط ومنطقة الزبيدية. في حال عدم سداد الفلاحين ضمن هذه الوعود، خطواتكم المقبلة شو حسنا؟ وأساسا نحن مضغوط علينا من قبل شارعنا باعتبار أنه يجب أن تكون هنالك وقفة حقيقية لاتحاد جمعيات الفلاحية أمام هذا الموضوع. سوف ننسق خلال هذا الأسبوع في حالة عدم دفع المستحقات وحسب الوعود الذي طلعنا عليها، سوف تكون لنا وقفة بإعداد مظاهرات على مستوى العراق نطالب بحقوقنا، وسوف نلجأ لقطع الشوارع حتى الدولة تشعر وتحس بينا أنه موجودين احنا بالشارع. والدولة يقول لك أنا يعني الأزمة المالية هي الغطاء اللي بيني وبينك، أنا فلوس ما عندي. الحقيقة أنه حسب معلوماتنا واطلاعنا أنه المبالغ موجودة، ممكن الاقتراض من البنك المركزي، وهذا ما سمعناه على لسان المسؤولين والقريبين من العمل.
بأنه هنالك مبالغ مرصودة والمبالغ وصلت إلى المصارف ومستعدة وجاهزة للإطلاق. العملية التأخير هو تدقيق الأسماء. نحن ليس إرهابيين، نحن فلاحين نزرع على الأرض وننتظر محصولنا يرجع لنا بأسرع المردود المادي بأسرع وقت ممكن. المبالغ مرصودة بالمصرف والتأخير موجود، إذن هنالك مشكلة إدارية. المشكلة الإدارية يجب أن نقف عليها كفلاحين ويكون لنا موقف، باعتبار أنه الإجراءات الإدارية تأخر دفعات، لازم يكون لنا موقف حاد بها، وإن شاء الله نتأمل أنه نخلص يعني من هذا الموضوع. سيد حيدر، المناطق اللي شهدت عمليات مسلحة بالآونة الأخيرة بين قواتنا الأمنية والمناطق الإرهابية، هاي بعضها تحررت وبعضها تضرر من الأراضي الزراعية، كاتحاد الجمعيات عندكم حصر إلها، عندكم تعاون أو تنسيق بإعادة تأهيلها، إعادة حياة إلها كزراعة؟ طبعا هو حقيقة الضرر ما لحق بس المناطق الساخنة، باعتبار أنه عملية الاستزراع بالمحاصيل الاستراتيجية هي تمر بتعاقب. يعني مثل مناطق الجنوب تبدأ حملة الحصاد 15/4 وتنتهي في وقت محدد، بعدها تبدأ المناطق الغربية والشمالية. أكثر المعدات في مناطق الجنوبية الحاصدات وغيرها تحولت إلى الموصل. خلال دخول المجاميع الإرهابية صادروا أو أتلفوا كافة المحاصيل لأخواننا بالجنوب ولمزارعي المناطق الساخنة، بالنتيجة ضرر القطاع الزراعي بما يقارب 40% من معداته الزراعية من حاصدات وما يتعلق بعملية الحصاد. لذلك أنه باعتبار أنه مدينة الموصل هي المدينة الزراعية الأولى والأكبر بالحنطة، هي الأعلى، تصل إنتاجها إلى ما يقارب 1.5 مليون طن فقدناه لمدة سنتين. إن شاء الله حطينا خطة باعتبار أنه ابتداء ننظم العمل المهني داخل هذه، شكلنا لجان تسيير أعمال. لجان تسيير أعمال راح تقوم بعملية تحصر، مشيتم مراحل عدد مناطق يعني باشرنا، واليوم محافظة نينوى لديها لجنة تسيير أعمال باعتبار أنه تعيد تشكيل اتحاد جمعية فلاح داخل محافظة نينوى، وبعدها سوف تكون لنا الوقوف على الحقل ودعم الفلاح لوصوله الى الحقل. هذا انتم مدعومين من وزارة الزراعة وكحكومة وكمنظمات دولية اللي راح تقتصر بس على مجالس محافظات؟ لا، هو احنا كاتحاد جمعية فلاحين مدعومين من قبل الحكومة بشكل اساسي، لكن وزارة الزراعة متعاونة معنا بهذا المجال. اريد اروح لعملية الاستزراع اللي قبل فيها ودور الفلاح بالموضوع الاخير. المستورد يمكن ملفهم شائك، المزارع لا يزال هو يمكن يشغل باله والكثير من الاسواق. حل المستورد بدقائم، يعني نشوف وزارة الزراعة بين فترة والثانية انه تعلن انه قطعنا امداد او قطعنا عدد مستورد كالطماطة والباذنجان وغيرها. هذا الملف بدأ المزارع يحس به، يعني بدأ يحس انه الحكومة صدق انه جاي تمنع المستورد، جاي مشمع محصول. والله اذا هذا الموضوع حقيقة لدينا تنسيق عالي مع وزارة الزراعة حول موضوع رزنامة زراعية تحد من الدخول للمواد التي تنتج محليا بكثافة. الغزارة الانتاجية المحلي يجب ان تقف بها المنتج المستورد. الرزنامة موجودة، المشكلة تتعلق بالمنافذ الحدودية، باعتبار لدينا نوعين من المنافذ الحدودية. النوع الاول هو تحت سيطرة الحكومة، وهذا ممكن التعامل او النقاش حوله، لكن المنافذ اللي هي تحت سيطرة اقليم كردستان لا زالت منافذ مفتوحة، باعتبار اخواننا في اقليم كردستان ليس لديهم انتاج من الخضار، فمفتوحة كل الابواب. يعني لجأت الوزارة على انه تساهم بعملية الحجر الزراعي في محافظة ديالة، وهذا ما ساعد بالحد من دخول المستورد. صار اتفاق بين الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ووزارة الزراعة بتشكيل فرق تطلع على العلاوي الرئيسية مثل الجميلة والرشيد. وش تبين عندكم؟ والله المستورد يدخل بتلاعب من التجار، ويدخل من خلال منافذ الحدودية لإقليم كردستان. سوينا لجنة إن شاء الله باشرنا من وزارة الداخلية والأمن الوطني واتحاد جمعيات الفلاحية ووزارة الزراعة، راح يتباشر بالإشراف على فتح البرادات داخل العلاوي، بحيث أنه نمنع التلاعب. البراد الذي يكون فيه مادة مستوردة راح تكون محاسبة وغرامة قوية جدا، بحيث تخسر. يعني تصادمون ويا التجار، تعرف على التاجر كذا كان جايبه مبلغ؟ لا، هو ممنوع، يعني صدر بمنع دخله وفق المنع، يعني هذا ممكن يحاسب قانونا عليه. يعني طبعا اكيد بوجود وزاره الداخليه والامن الوطني راح يكون راح تحاسبه بدخوله للعلول، وراح تحاسبه بدخوله المنفذ الحدودي. يعني تعرف انه المنفذ الحدودي لجوءنا للمنفذ الحدودي، وكان لدينا ممثلين كاتحاد جمعيه فلاحيه في المنافذ الحدوديه في شلامشه في صفوان للحد من هذا، لكن مثل ما قلت انه اقليم كردستان الان غير مسيطر عليه بهذا الموضوع. راح يصير محاسبه داخل العلاوي، وسوف نلجا الى توسيع
توسيع هذا الموضوع للمحاسبة على مستوى البقالة. حتى مصادرة طبعا المصادرة والغرامة على البراد صاحب البراد. وعندنا طموح أنه ننزل على مستوى البقال الواحد باعتبار أنه وزارة الزراعة واتحاد جميع الفلاحين لديهم الخبرة تمييز بين المستورد والمحلي الانتاج المحلي. اليوم كثير يعني هاي ملف كبير وواسع لا توصل البقال، يحتاج لك أعداد كبيرة، يحتاج تعاون حتى من البقال نفسه. ولذلك احنا بدينا بالعلاوه الرئيسيه، احنا لدينا علوه في كل محافظه، بدينا فقط بالعلاوه الرئيسيه، راح ان شاء الله تكون خطوه اولى باعتبار هي الموزع الاساسي لكل العراق العلوتين. زين سيد حيدر، هو المواطن هم ما يسال يعني حتى عندنا بعض المنتج المحلي البعض مو الكل انه ما يوصل الى مستوى المستورد، احكينا على واقع الزراعه. شو انت من تمنع المستورد لازم انت عندك مستورد محلي يضاهي المستورد، هاي هذا الملف شلون راح تعاملون اياه؟ طبعا النوع من ناحيه الجوده المنتج العراقي اجود الانواع المستورده، هذا معروف لدى العراقيين والاخوان الاختصاص. المشكله وين تقع؟ تقع بعمليه اللي تكون العمليه التجاريه للبضاعه الاجنبيه، ممكن يعني يكون هنالك نوع، لو نفترض ناخذ موضوع الطماطم، ممكن يجي نوع مقاوم للخزن او لديه القدره على تحمل النقل بين المحافظات وغيرها، بينما المنتج المحلي هو المنتج تسميتنا المحليه انه طماطمنا رايجه تصير ما تتحمل هذا الموضوع. لكن الان بدا الهجين بشكل واسع، لدينا انتاج يغطي المستهلك. هنالك مشكله لاحظها كاتحاد جمعيه الفلاحيه وكمراقبي للسوق. اليوم سعر الكيلو الواحد المفترض من الطماطه 100 دينار، يعني صندوق الطماطه 30 كيلو ب 3000 دينار، بينما يباع بالسوق بال 1000 و 1500. المبلغ بين ال 100 وبين ال 1500 هذا من المستفيد من عنده؟ المفروض هنالك دراسه تكون من وزاره التخطيط على انه من المستفيد ومن المتلاعب بهذا المبلغ. المستهلك متضرر والفلاح متضرر، المفروض نقلل هذه الفجوة. هنالك طموح لدى اتحاد جمعيات الفلاحين بإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية تحد باعتبار أنه يكون توزيع داخل المناطق. أكيد. سيد حيدر، هناك أسئلة كثيرة لكن ضيق الوقت اسمح لنا أختم وياك. شكرا لصراحتك، شكرا لأجوبتك سيد حيدر عبد الواحد رئيس اتحاد جمعيات الفلاحين. سادة الكرام، ابقوا معنا لاستكمال فقرات برنامج مال واستثمار. حياك الله سيد حيدر. حياك الله. نبقى مع مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية للأسبوع الماضي، حيث نظم السوق خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من شباط الحالي 5 جلسات لتداول في سوق النظامي و4 جلسات في السوق الثاني، وأبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 97 شركة مساهمة، منها 70 شركة مدرجة في السوق النظامي و27 شركة مدرجة في السوق الثاني. والشركات المدرجة حسب القطاعات هي المصارف 27 شركة، الاتصالات شركتين، الصناعة 21 شركة، الزراعة 6 شركات، السياحة 10 شركات، الخدمات 9 شركات، الاستثمار المالي 6 شركات، التحويل المالي 11 شركة، والتأمين أيضا 5 شركات. وتداولت خلال الأسبوع الماضي أسهم 52 شركة في السوق النظام و4 في السوق الثاني، ليصبح عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الإفصاح السنوي والفصل للهيئة والسوق 17 شركة، ويبلغ عدد الأسهم المدرجة في السوق أكثر من 9 تريليون سهم. والجدول التالي يبين عدد الأسهم المدرجة في السوق: المصارف أكثر من 6 تريليون سهم، الاتصالات تريليون و140 سهم، الصناعة 264 مليار سهم، الزراعة 18 مليار سهم، السياحة 30 مليار سهم، الخدمات 51 مليار سهم، الاستثمار المالي 13 مليار سهم، التحويل المالي 520 مليار سهم، والتأمين بقي محافظ على نفسه هو 16 مليار سهم. ومن هذه البيانات التداول نلاحظ الآتي: بأن عدد الأسهم قد بلغ للأسبوع الماضي 36 مليار سهم مقابل 15 مليار سهم للأسبوع الذي قبله، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي 31 مليار دينار مقابل 15 مليار دينار للأسبوع الذي قبله. وأيضا سادتي الأكارم، نبقى لاستكمال فقرات برنامج مال واستثمار، فابقوا معنا. حياكم الله سادة الأكارم مرة أخرى في فقرة خطاب ضمان مع ضيفي السيد شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد. حياك الله سيدي. أهلا وسهلا. يعني ملف الاستثمار اليوم هو ملف الأكثر كلام اليوم بشارع العراقي، وين وصل الاستثمار، إيش قد عدد المشاريع اللي استثمرت،
آخرها صار تحديث أنه تعديل قانون الاستثمار يمكن مرة ثانية تم تعديله. يعني ظل هذا القانون هل أنصف المستثمرين المشاريع الاستثمارية؟ نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكرك ونشكر السادة المشاهدين والأخوة المصورين. حقيقة تعرف قانون الاستثمار هو بداية تشريعه كان عام 2006، وهذه كان فقط تشريع، لم تكن هناك آليات وتأسيس لهيئات الاستثمار. بعدها بدأ تأسيس الهيئات ب 2008 الهيئة الوطنية، وثم تلتها هيئات المحافظات، ويعني تقريبا تقدر تقول عمر الهيئات لا يتجاوز 7 سنوات أو 6 سنوات ونص تقريبا. نعم منذ التأسيس. طبعا تعرف بداية وضع القانون هو وضع على آليات وقراءات عامة. بعد أثناء التجربة العملية واجهت هيئات الاستثمار صعوبات وتعرف يعني عادة القانون هو يعني ممكن أن يتغير باتجاه أي عقبة أو أي مشكلة، ممكن أن من خلال المشكلة تجد لها العلاج من خلال تعديل القانون. فتعدل يعني ب 2010 كان هناك تعديل أول، في عام 2015 كان التعديل الثاني، وطبعا صدرت أنظمة عادة 2009 و2010 وحتى يعني 2011 كان أو 12 نظام نظام رقم 7. فهذه الأنظمة هي كلها تصب في مصب واحد، هو دعم القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الأجنبي. طبعا هو بالقانون بصورة عامة كإجراءات قانون، القانون جيد جدا وتعديلاته أيضا جيدة، وكلها تصب في مصلحة المستثمر. وكلها تقدم له كل الإجراءات، لكن هي المشكلة وين؟ المشكلة ليس في القانون، المشكلة في التطبيق ومدى تعامل الجهات الأخرى مع القانون وتقديم تسهيلات. يعني أنت اليوم في كل الإجراءات بالقانون، قانون المستثمر الأعفاء جمركي، نادر من يحصل على أعفاء جمركي، بعض الجهات بالجمارك حتى ما تعترف بالإجازة الاستثمارية في كل المنافذ يعني نادرا، وتجي على أعفاء ضريبي أيضا هناك إشكالية، يعني دوائر الضريبة أيضا ما تتعامل بشكل إيجابي. القضايا مثلا الآن في دوائر التسجيل العقاري، في تسجيل الوحدات السكنية، أن تنتقل الوحدات السكنية أو تسجل وتفرز سندات العقار بالنسبة للمستثمر حتى يسهل بعملية البيع، وحتى المواطن ممكن أن يأخذ سند باسم العقار وممكن أن يرهن العقار ويأخذ عليه قرض حتى يسهل الإجراءات. إجراءات عقيمة في مسألة التسجيل العقاري، في تسجيل السندات إلا تكون البناية مكتملة، وتأخذ وقت طويل، وأيضا التسجيل العقاري يطلب رسوم التسجيل أو الضريبة اللي هي تقريبا 3%، مع العلم القانون أيضا أعفاها. فإحنا اليوم مشكلتنا في القانون هي مشكلة التطبيق، لكن تدريجيا يعني ممكن أنه يعني الجهات يعني اليوم مو مثل قبل سنتين أو ثلاثة، كثير من الأمور بدأت تتوضح لأغلب المؤسسات وأغلب الموظفين. يتفاعلون ويضيق قانون الاستثمار، يعني هناك أكو تفاعل، لكن لا يقيس يعني بمستوى مخاطباتكم ويا الوزارة. أعتقد أنتم مخاطبين أكثر مرة أنه تسهيل الأمور. هاي المخاطبات شو المصير يعني؟ يعني هو تعرف المخاطبات هناك يعني دائما تكون عمليات التفاف بذكر قوانين أو قرارات سابقة ويعني تداخلها، لأن هي تعرف عادة من اليوم الاستثمار القانون وأول اللي جالس على في مكان معين يريد يسهل أمر أو ما يريد يسهل. المفروض حتى في كثير من الحالات يأخذ روح القانون، إذا هو عنده نية صادقة باتجاه حل الإشكال فالحل موجود، لكن كثير منهم هو باتجاه التعقيد، والغايات معروفة في مسألة التعقيد والتأخير. اليوم أزمة مالية يا سيد، احنا لازم يعني هو بالضبط. احنا تعرف قلت لك هاي الإجراءات يعني احنا واقفين اتجاهها ويعني مخاطبين كل الجهات وعاملين باتجاه يعني أكثر من مرة بالتواجد مع أغلب المؤسسات بتوضيح القانون، وأدت نتيجتها في كثير من الوزارات بتوضيح مهامها، لأن تعرف أساس القانون أو تأسيس الهيئات هو وضع ليس بإضافة دوائر جديدة وكادر جديد للترف للوظيف الموجود، لكن الغاية من القانون الأساسية الرئيسية هي أنه وضع حلقة وصل، وهي ممكن أن تحل مشاكل القطاع الخاص العراقي والأجنبي مع الجهات الأخرى، أو أيضا للوزارات الأخرى. كثير من الوزارات قوانينها ما تسمح لها أن تستثمر أراضيها، فهذا القانون إجاها حل إنقاذ وحل وسط لاستثمار أراضيها. فبالتالي هو هذا القانون تعرف كثير يعني إذا يردون يغيرون القوانين لازم يغيرون كل قوانين الوزارات، وبالتالي هذا يأخذ وقت، يعني تعرف القضايا اللي بمسألة تحويل القوانين. فقانون الاستثمار هو الحل الوسط، لذلك الآن تشوف أغلب كل الوزارات بدأت تعمل مع هيئات الاستثمار من 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 أجل استثمار أراضي، وخصوصا في المرحلة الحالية. زي المستثمر ظل هذا التعديل، نعم. يعني شفت حسيت انه المستثمر بدأ يتفاعل، يمكن اكو تراجع بالسنوات الأخيرة من المستثمر، يقول لك القانون ما يصفني ما راح اجي،
ظل هذا القانون التعديلي الجديد، حسيت انه المستثمر بدا يتفاعل وياكم كهيئه؟ لا طبعا اكيد المستثمر يتفاعل عندما يقرا القانون، لكن بعض الحالات في اماكن معينه اصطدم بمساله التطبيق. القانون الان هو يسعف للمستثمر بكل المجالات، وعنده حجج قانونيه ممكن ان يعني اذا صار وصلت الى مرحله خصام بموقع معين ممكن انه المستثمر ما يريد يدخل بهاي التراخيص. لا قصدي هو يريد يدخل بمجال تعرف المستثمر هو اساسه هو الاموال يدفعها من عنده، وبالتالي يعني يفكر بالدرجه اساس انه شلون يقدر ينفق امواله وشلون يقدر يبني المشروع وشلون يقدر يحقق الربح او الفائده. فبالتالي اي عقبه لا سامح الله ان صادفتها فممكن القضاء يعني القضاء ينصفها بشكل يعني وفقا للقانون، بس مع ذلك يعني قلت لك الان الاجراءات لا باس بها. زي ما ظل هذا القانون مشاريعكم ايش قد نفذت يعني خلينا نقول من توليكم للمنصب لحد هسه المشاريع؟ احنا حقيقه شوف تعرف يعني كثير من العقبات واجهت يعني بالبدايه كانت منذ تاسيس الهيئه عملنا على يعني تهيئه خارطه استثماريه، وهذه الخارطة الاستثمارية شملت كل القطاعات، بعدين صارت عملية مسح لكل الوزارات والجهات القطاعية بتهيئة الخارطة الاستثمارية شملت كافة القطاعات. بعدها بدأنا بالعمل مع القطاع الخاص، سرنا بمجموعة من المشاريع الاستثمارية، صادفتنا عدد من القرارات اللي وقفت المشاريع وخصوصا قرار 581/2087 هذا اللي يعني عطل كثير. أخذنا قرار شورى الدولة في عام 2013، وبالتالي قدرنا سير مجموعة من المشاريع الاستثمارية وخصوصا في القطاع السكني. بعدها صار التعديل الأخير اللي هو قدرنا يعني يحيد كل القرارات والقوانين اللي تعيق قانون الاستثمار. نحن ليس ضد القرارات، هناك قرارات لمجلس قيادة الثورة هي قرارات منصفة تحافظ على يعني المناطق الخضراء والمستوى الطموح اللي كنتوا راسمين الخارطة الاستثمار وصلت اللي الطموح اللي كان عندكم؟ لا هو أكيد احنا ما وصلنا للطموح اللي احنا نتمناه، لكن قدرنا نحقق يعني طفرة نوعية وجيدة في كثير من المشاريع الاستثمارية وخصوصا المشاريع الاستثمارية اللي تم تسليمها. تدري احنا حلقة هي حلقة وصل وحلقة متابعة، احنا مو جهة تعرف المشاريع من تتعطل بالدرجة الأساس تتعطل في دوائر التصميم في دوائر التخطيط وفي توقيع العقود من الجهات المالكة. موضوع تسليم الأراضي هو اليوم أصبح عندنا مشكلة، وموضوع توقيع العقود يعني وزارة المالية منذ عام 2012 لحد هذا اليوم تعرف منذ 2012 ل 2014 أديرت الوزارة بالوكالة، بعد 2012 والحكومة الجديدة تولى وزير ولم يوقع ولا عقد واحد، والآن الوزارة بلا. فلذلك كل العقود اللي وقعت من 2012 لحد الآن لا تتجاوز العشر عقود، في الوقت اللي العقود اللي وقعت قبل عام 2012 المحصورة بين 2011 و2012 لمدة سنة واحدة أكثر من 80 أو 85 عقد استثماري تم توقيعها في بغداد. هذا يغنيك عن المحافظات الأخرى اللي تم توقيعها. هذه مشكلة، مسألة مصادقة التصاميم، هناك مشاريع متأخرة منذ سنوات جزء من عتها يعود المستثمر والجزء الآخر يعود للدوائر والمؤسسات والبيروقراطية والروتين الإداري الغير مقبول في مسألة تأخير المصادقة على التصاميم. هناك مشاريع متأخرة بشكل يعني غريب يعني وهذه الحالة يعني غير مقبولة. يعني بنفس الوقت المشاريع اللي تم العمل بها أكثر من يعني تقريبا 130 أو 140 مشروع استثماري بمختلف القطاعات كلها تعمل، لأن تعرف القطاع الخاص ما يصير بتوقف وتلكؤ إلا تكون الدولة عفوا هي طرف وسبب رئيسي في إيقاف المشروع. ما يوقف مثل المشاريع المقاولات، لأن هاي المقاولات توقف بسبب أنه مثلا ماكو تمويل. القطاع الخاص ما يوقف. أنا رغم هاي المشاريع والمشاكل الأخيرة اللي يسمح حسي يقول لك أنا بعد ما عندي أي مشروع ببغداد، بس أنا اللي شاهدت أكثر مشاريع اليوم قياسا بالمحافظات الثانية محافظة بغداد. نعم مشاريع هذه حقيقة. أعرف إنه من القطاعات اللي برزت إنه بالنشاطات بالمشاريع، هل هي السكني، هل هي السياحي، هي التعليمي؟ نعم. أو القطاعات اللي شوف إحنا عندنا المشاريع يعني تقريبا يعني عندنا أكثر من 300 إجازة. المشاريع يعني تقريبا 50% منها عامل وال50 الاخر تقريبا غير عامل ايضا بسبب الروتين ويعني مثل ما حكينا التاخيرات الاخرى. المشاريع العامله هي ايضا منوعه بكل القطاعات، يعني عندنا بالقطاع السكني مشاريع 16 اكثر من 16 مشروع لانشاء 30,000 وحده سكنيه عامله وبمستوى جيد. جد اللي انتهى من اطول مشروع انتهى منه؟ بدانا الان يعني المرحله الاولى بدانا يعني نسلم بعض الوحدات في مشروع في مجمع الايادي في حي القضاة، يعني بدات
التسليم الأولي لمجموعة من الوحدات السكنية هي عندنا 1355 أو 1400 وحدة سلة يعني خلنا خلال شهر. إيش قد راح يلزم السكن؟ يعني إيش قد راح يحل المشكلة؟ هسه راح نجيها بالتدريج إنه عندنا حدود 400 وحدة راح تسلم، عندنا مشروع اليمامة بحي العدل، عندنا مشروع في الكاظمية أيضا، مشروع سيتم الإعلان عنه قريب، ومشروع في الشعب أيضا، مشروع في بغداد الجديدة مجمع الزهور السكني، ومشروع وزارة التعليم ومنتسبيها أيضا عامل بشكل جيد، عندنا مشاريع مع الوزارات الأخرى. يعني هذه المجمعات كلها تقريبا بحدود 30,000 وحدة. بس قياسا إحنا حاجة بغداد طبعا يعني حاجة بغداد بالمليون. إحنا اللي عندنا في بغداد يعني الجازات الممنوحة لإنشاء أكثر من 130,000 وحدة سكنية. الهيئة الوطنية عملت في مجمع بسماية عندنا 100,000، هاي 230. سابقاً عليكم على الهيئة الوطنية. على الهيئة الوطنية قصدي أنا أحكي على بغداد. على بغداد. يعني بغداد عندنا مشاريع سكنية محالة بحدود 450,000 إلى 500,000. زين سيد أكو القطاعات الثانية بالله نعم. سكني أنتم مشيتوا بي. نعم. القطاع السياحي السياحي مشاريع كثيرة يعني عندنا بعدنا بالقطاعات الثانية مثل قطاع التعليم قطاع الصحة قطاع الصحة بقطاع الصحة عندنا بحدود 17 مستشفى ومركز صحي لسعة بحدود يعني 1200 سرير، والآن أيضا عندنا خطة مع أمانة بغداد لإنشاء مستشفيات أخرى وبمساحات كبيرة، طبعا هذا بالإضافة إلى المستشفيات اللي من الحكومة يعني في بغداد في محافظة بغداد هناك 3 مستشفيات اللي في القطاع يعني الاستثمار عندنا 17 بالتنسيق ويا الحكومة طبعا أكيد أكيد إحنا وخصوصا هسه بالظرف الحالي بعد أنه الميزانية ما يعني أسعار النفط هبطت أغلب المشاريع الاستثمارية أو أغلب المشاريع المحالة من قبل الوزارات واللي واصلة إلى نسب إنجاز عالية ممكن حسب قرار مجلس الوزراء 347 أجاز إلى هذه الوزارات والجهات أنه تحويلها إلى القطاع الخاص حتى ممكن أنه يصير عملية يعني المادة 33 من باء من قانون الاستثمار بإمكان الاستثمار المشاريع القائمة والعاملة والمتعاقد عليها والمتعاقد على إنشائها عن القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الأجنبي، فممكن أنه يصير العمل عليها. أنا أدروح على التنسيق والتصاميم، أريد أعرف أنه عملية إدراج المشروع أو الذهاب إلى أي مشروع شلون يتم؟ هل يتم يعني هل هو مرسوم عن طريق التصميم الأساسي العاصمة بغداد؟ لو بالتشاور مع مجلس محافظة بغداد والتشاور مع هيئة الرأي بالهلاخ؟ أخذ هذا السؤال بعد الفاصلة، يبقوا معنا لاستكمال فقرات برنامج مال الاستثمار، حياكم الله. هذا البرنامج برعاية مصرف الخليج التجاري. مرحبا بكم مرة أخرى سادة الأكارم. سيد قبل أطلع الفاصل بدأت أعرف أنه الذهاب للمشروع أو اختيار مشروع اللي يتم عن طريق رسم السياسة للتصميم الأساسي العاصمة بغداد والتشاور مع يعني كيف يتم اختيار المشروع؟ نعم هو تعرف طريقة اختيار المشروع تعتمد على الجهات التخطيطية في التصميم الأساس يعني أو التخطيط الحضري لمدينة بغداد ضمن حدود أمانة بغداد يتم الاتفاق أو أخذ موافقات رئيسية، طبعا هاي ثابتة ما ممكن تجاوز التصميم الأساس لمدينة بغداد من خلال أخذ موافقة أمانة بغداد، وفي الأطراف يتم أخذ موافقة التخطيط العمراني طبعا بالمحافظات يعني تراسمي خطة أنه هذا تكون هنا مجمع سكنات تكون مول أكيد هاي القضية يعني أي مشروع استثماري أو أي أرض عائدة لأي وزارة إحنا نسأل من خلال نطلب رأي أمانة بغداد دائرة التصميم الأساس حول إنشاء المشروع، وبعد حصول موافقتهم يتم إجازته والتعاقد معه والمباشرة بالمعارضة. طيب أدروح للتنسيق والتعاون، إحنا سمعنا قبل فترة وجود النافذة الواحدة واللي طارت بها الهيئة الوطنية للاستثمار أيضا، اليوم النافذة الواحدة معمول بها في هيئة الاستثمار والله بغداد. تعرف هو النافذة الواحدة هي مو مسألة طالبت بها لا هيئة وطنية أو هيئات المحافظات، لكن هو القانون حددها بشكل يعني المادة 9 المادة 9 ثالثا والمادة 20 إنشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية وهيئات المحافظات تضم مندوبين مخولين يعني لهم صلاحيات كاملة في أخذ الموافقات ومنح الإجازة الاستثمارية بعد تقديمها إلى مجلس إدارات الهيئة. فهاي القضية يعني أنت أغلب المندوبين والمخولين اللي ترسلهم
المؤسسات هم عبارة عن ساعي بريد فليس لديهم صلاحيات ما عنده صلاحية لا يعني. فبالتالي النافذة الواحدة معطلة يعني لو كانت هناك نافذة واحدة المشروع الاستثماري ممكن خلال 48 ساعة يتم حسب القانون كانت موجود طبعا يعني مثل هيئات الاستثمار في العالم يعني في مصر في الأردن في على الأقل في الدول المجاورة أو حتى في إيران في تركيا يعني النافذة الواحدة تكون كل الجهات يعني موجود المصارف موجودة الإقامة موجودة دوائر الزراعة الضريبة البيئة الصحة التربية التعليم كل الجهات هذه ممكن أن تطلب موافقتها على الأرض في نفس الوقت وبعدها ممكن أن نحل المشروع طبعا هناك هي مو جديدة موضوع النافذة الواحدة التنمية الصناعية يعني من زمن النظام السابق هي موجودة بها نافذة واحدة وتنطي موافقاتها وتنطي إجازة التنمية خلال يعني ليش ما فترة ما تتجاوز أسبوع يعني لأنه موجودة بس المشكلة اليوم أنه بالاستثمار يعني ماكو مؤسسة من المؤسسات ترسل لك مندوب مخول ويقدر يعطيك يعني وزارة المالية عندها أرض يجيني مندوب يعطي موافقتها أو أمانة بغداد يعطيني موافقتها وهو قاعد هاي ما مستحيلة وما تصير أصلا يعني ما يقدرون يطبقوها طبعا هذا ما تصير بسبب انه المركزيه المقيته للمسؤولين اللي موجودين بكل الوزارات ما يقدر ينطي الصلاحيات لغيره وبالتالي هو هذا يعني حقيقه ما اعرف ايش تسميه يعني شنو الشعور هذا ماكو يعني حقيقه ماكو غير حقيقيه على هالبلد يعني كثير من المشاريع معطله بسبب هالاجراءات هذه يعني تدري انت اليوم يعني اي مشروع كل واحد يفكر يعني بغيره وطنيه اي مشروع انت اليوم اغلب العالم قاعده على الطاله بطاله من تشوف لك مشروع استثماري ويشتغل تفرح انه من تشوف الناس تشتغل وتشوف العالم تعمل والعوائل والناس عايشه يعني احنا عندنا بمشاريعنا هذه تقريبا يعني تقريبا شرفلي بالحدود 30,000 فرصه عمل موفرين الدوله بكل ميزانية سنوية تحدد لها 20,000 50,000 فرصة يعني تعيين وإحنا ننتظر إنه فقط نجيب ونذب على الكاهل الدولة ممكن القطاع الخاص يساهم فالقطاع الخاص أولا فائدته أكبر رواتبه أعلى امتيازاته أحسن خبرته أكثر يعني إحنا سوينا تجربة بعد إنه الهيئة الوطنية وجهت هيئات المحافظات بإنشاء دوائر إشراف على المشاريع الاستثمارية فاستقطبنا كثير من المهندسين الخريجين الجدد في الجامعات العراقية وزجيناهم مع القطاع الخاص العراقي يعني بحدود أكثر من 150 مهندس وزعناهم على هذه المشاريع الدوائر إشراف هم طورنا خبراتهم بدل ما هو كان أكاديمي اليوم بجاي يطبق عمليا يرى العمل بهم معين يدفعني السؤال أنه لماذا الشركات العملاقة والرصينة العالمية ما جاءت تستثمر ببغداد اللي هي يمكن سبب هذا التلكؤ او هاي البيروقراطيه اللي تصير بالقانون؟ نعم لا مو بالقانون، البيروقراطيه بالدوائر وليس بالقانون، يعني الشركات الاجنبيه اغلبها تقريبا تجي من خلال يعني جوين فنتشر مع شركات محليه، واحنا عندنا كثير من الشركات تقريبا اللي يعني عندنا الاسبان موجودين، عندنا يعني من خلال شركات محليه الانجليز موجودين مشروعين، عندنا الاكثر شيء المشاريع الاتراك موجودين كشركه لو كعماله لا 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 كشركه شركة يعني مع الشركات مع اتفاق مع شركات محلية ويكون العمل من خلالها بتقول لي الشركات الأجنبية عدم دخولها هو مو سبب انه لا الواقع ولا انه اكو مثلا يقول لك اكو ريسك عالي وكذا اللي ما يجي هو سبب الروتين وماكو رؤية بشكل دقيق وواضح وتسهيل مهمة المستثمرين باغلب الجهات القطاعية يعني يكون بكل العالم يعني انت اي مستثمر كل المستثمر من يجي وعنده فد رؤية لمشروع استثماري يجي يقدم وفق المادة 19 من القانون بعد ان يقدم رؤيته ويقدم كفاءته ويقدم تصاميمه ويقدم كذا كون الأرض جاهزة لدى الهيئة ممكن أن تسلمها خلال 24 ساعة وبنفس الوقت الآخر يعني هناك مشاريع زين هاي الأرض من تسلمها تريد لها بنى تحتية كثير من المشاريع مشكلة في موضوع البنى التحتية يعني هسه احنا نفكر بمشاريع خارج حدود أمانة بغداد وعندنا مشاريع بالنهروان باتجاه أبو غريب بالتاجي بس اكو مشكله عقيمه بمساله ربط الخدمات يعني موضوع المي والكهرباء والمجاري يعني تدري اليوم الدوله ما عندها امكانيه المستثمر ما ممكن ان يجي يبني او يمد خطوط كهرباء ومي ومجاري الى تكلفة أكثر من المشروع إلى ويحمل كلفتها على المواطن او يعني مو صح والمفروض هو واجب الدوله انه توصل الخدمات لكن في الظروف الحاليه احنا بدينا تقريبا يعني نحل الاشكالات بجزء معين يكون هناك تعاون بين الحكومات المحليه وبين اخونا بغداد مع امانه بغداد ومع المستثمر لتوصل الى يعني اتفاقات ثنائيه مرضيه في سبيل ربط الخدمات التحتيه لهذه المشاريع الدوله قال لك ربما يوفر لك بنى تحتيه بس يمكن وفرت لك اموال خلال يمكن القروض الاخيره اعتقد بين المركزي أعطى 6 تريليون 1 تريليون القطاع الخاص و5 تريليون
المصارف القطاعيه الصناعي والزراعي. والله هي القروض انا حقيقه سمعنا بها واحنا وجدنا بس ما شفت انه احد المستثمرين تم اقراضه. يعني القروض ما تتوجه باتجاه صحيح. القروض مع الاسف يعني انت شفت جزء البارحه بوسائل الاعلام بالبصره هناك مظاهرات على رئيس هيئه استثمار البصره، السبب انه احد الشركات تريد تاخذ قرض بضمان الارض وهذا مخالف للقانون، وبالطريقه بامكانهم ايضا بضمان المشاهدات او اقراض مشاريع عامله. يعني احنا عندنا اليوم مشاريع وكثير من البنوك تحدثنا وياهم، يعني انت مو شغله مو تدعم المستثمر يا اخي، اقرض المواطن. من تقرض المواطن لمشروع هسه عندنا تقريبا خلينا نقول الخمس مشاريع الرئيسيه السكنيه في بغداد، اقرضهم، اقرض للمواطن انت بهالحاله وخليه بحساب اسكرو اكاونت وانط دفعات الى المستثمر للمستثمر بحسب نسب الانجاز، وبالتالي انت راح تحقق هدفين رئيسيين. الهدف الاول انت وفرت وحده سكنيه للمواطن وسهلت لامره، والنقطه الثانيه سهلت امر المستثمر، والثالثه وهي المهمه انت حركت قطاعات متعدده اكثر من 18 قطاعه تتحرك، تحرك القطاع الانشائي، قطاع الانتاج، الابواب والشبابيك والخشب والسيراميك والرمل والعماله، وايضا راح توفر عماله. فبالتالي هذا القرض راح يحرك لك شريحه كبيره من طبقات المجتمع باتجاه العمل. لكن المشكله انه حقيقه ما شفنا انه القرض موجه، يعني ما شفت انا مشروع، يعني كتبنا كثير يعني مشاريع بغداد على الاقل انا احكي ما اعرف هسه، يعني لم يعني ارى واسمع انه مشروع من مشاريع استثمار بغداد تم الحصول عليها قرض من هذه المبادره لحد الان. طيب يمكن يقول لك انه ادقق انا والمشروع تجيني مشاريع وهميه. مو مساله التدقيق، ترى العمليه جدا بسيطه، مو عمليه صعبه ولا معقده. اي مصرف من المصارف امواله عنده ها عيني يشوف المشروع ويطلع لجنه او يخلي مكتب استشاري على حساب المستثمر، وهذا المكتب الاستشاري ينطيه تقييم حقيقي وهو مسؤول ينطيه تقييم حقيقي لهذا المشروع. اخذ الجامعات الحكوميه، اجيب جامعه بغداد، جامعه تكنولوجيه، واخلي لها والمستثمر يتحمل كلفه هذه، يحدد نسبه الانجاز، وهذا المبلغ يوضع في حساب ولا يطلق الا بعد نسبة الانجاز علي. من الجهه الحكوميه، فبالتالي الفلوس وين تروح؟ يعني انت بضمان المشيدات في حاله انه المستثمر تلك او وقف او ما قدر يشتغل ممكن تلغي القرض عليه. لا مو يلغى القرض، ممكن المشروع يروح للبنك، وبامكان البنك او المصرف يجي يجيب مستثمر اخر ويبدله. يعني هو نص الماده 9-8 من القانون يقول بعد انجاز 25% بضمان مشيدات المشروع، واكو تعليمات مجلس الوزراء ممكن يصادر اللجنه الاقتصاديه يقول في حاله انه تلكؤ المستثمر للمصرف بالتنسيق مع هيئه الاستثمار ان يكون هو المستثمر او استبدال المستثمر بمستثمر اخر، وبالتالي هو حقق دفعه حقيقيه من اجل يعني هم المواطن يساعد المستثمر يساعد هو يساعد بحركه الاستثمار دعم لكم. انت كل العالم ماكو عالم ماكو دوله اليوم بالعالم ما تقرض مستثمر الا احنا عندنا مشكله، يعني مشكله حقيقيه. يعني نادر اللي عنده انا اقول عنده علاقات يقدر يجيب قرض ويقدر يحصل على مستثمر. تجبلني بشيء بسيط انه هو يعني الحركه اللي صارت بالاستثمار او ما قدمت هيئه استثمار بغداد. بس نعم حقيقه شوف هيئه استثمار بغداد يعني مع احترامي لكل اخواننا في هيئه استثمار هي تعتبر افضل هيئه استثمار في المحافظات من حيث العمل والعدد. بحدود اكو 2250 او 2200 مشروع استثماري في المحافظات، 14 محافظه او 15 محافظه، العامل من هذه المحافظات هو بحدود ال 215 مشروع استثماري. طبعا كل هذه المشاريع هيئه استثمار بغداد وحدها عندها اكثر من 130 مشروع، وبالتالي هي عندها 50% من مجموع 14 محافظه، يعني هي عندها 120 وبقيه المحافظات عندها بحدود ال 120 او 130 مشروع، وبالتالي هي نصف 15 محافظه. من ناحيه حجم وعدد المشاريع فاحنا عندنا يعني قلت لك اكثر من 350 مشروع مجاز، وعندنا اكثر من 100 الى 220 مشروع. هذا قيد الدراسه واكمال اجراءات مع كل الوزارات مع كل الجهات القطاعات الصناعه والزراعه العقاري. عندنا المشاريع الممنوحه بحدود 15 مليون دولار، المشاريع اللي احنا الان متوجهين لها بحدود ال 5 مليون العفو 5 مليار دولار 15 مليار دولار، وهذه 5 عندنا مشاريع منجزه ب 2 مليار دولار. مع العلم يعني حتى الساده المشاهدين يعرفون انه الاستثمار هو من القطاع الخاص وليس للدولة أي دخل أو تمويل. يعني ميزانية القطاع الخاص وفلوس ميزانية القطاع الخاص. هيئة الاستثمار في بغداد منذ تأسيسها لليوم كل سنة هو ميزانيتنا مليار دينار عراقي تقريبا مليار مليون دولار.
كل فترتها احنا مصارفين 5 مليار دينار فقط رواتب بالوقت اللي انتجنا للقطاع العام، وفرنا اكثر من 30,000 فرصه عمل، وفر مشاريع استثماريه انجزت بحدود 2 مليار، مشاريع محاله بحدود 15 مليار، مشاريع قيد الدراسه بحدود 5 مليار، وبالتالي احنا محققين يعني الدائره الوحيده بحجمها وصغرها ما بها اكثر من 50 موظف، يعني دائره منتجه في الواقع الحقيقي، وتشوف قيمه المصروفات وهذه وزارات باكملها وعدها أكثر من 100,000 موظف، يعني ما حققت هاي الإنجازات، وهذا طبعا أنا إن شاء الله يعني نتمنى أن نوفق في المشاريع المتبقية ونحقق يعني الرفاهية للمواطن العراقي والإنجاز في كل القطاعات. سيد أنا عندي أسئلة كثير لكن ضيق الوقت ما يسمح لي أن أكمل لك. أشكر صراحتك وأشكرك على هالمعلومات القيمة وأتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا كريم، أبقوا معنا لاستكمال فقرات برنامج مال واستثمار، حياكم الله. شكرا لك سيد. شكرا جزيلا. مرحبا بكم سادة الكرام مرة أخرى لفقرة الطاقة. قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس وجه الوزارات كافة بنصب منظومات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن شركة الزوراء العامة لكي تعمل هذه المنظومات في النهار فقط وبحسب حاجة الدار المعنية أو جزءا من حاجتها. وأضافت الأمانة العامة إن الإلزام بالوزارات يأتي لترشيد الاستهلاك الطاقة الكهربائية بعد قرار سابق للمجلس أمر بتخفيض الاستهلاك في الوزارات إلى نسبة 50% من الاستهلاك في حين وفي جميع المرافق خلال فترة الصيف لغرض تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين. أنجزت الملكات الفنية في شركة نفط الجنوب وشركة المشاريع الفنية مشروع مد انبوب نقل النفط الخام من ميناء الفاولة ميناء المصادرات النفطية في جنوب العراق. وبينت الوزارة أن هذا الانبوب سينقل النفط الخام من ميناء الفاولة منصة التصدير العامة، حيث سيعزز هذا الانبوب من انسيابية وتدفق الصادرات النفطية عبر الموانئ الصادرات النفطية. وأضافت أن حجم الانبوب يبلغ 48 عقدة وسيتم ربطه بالميناء العائم ليكون جاهز للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة. أكد وزير النفط جبار اللعيبي أن العراق سيزود الكويت ب 50 مليون متر مكعب من الغاز الخام كمرحلة أولى ضمن اتفاقية تضمن رفع الكمية إلى 200 مليون متر مكعب يوميا. وأوضح اللعيبي أن وزارة النفط وضعت خططا لاستثمار الغاز المصاهم للعمليات النفطية لاستخراج النفطي على أن يتم نهاية العام الجاري إنجاز 70% من خطط استثمار الغاز المصاهم، وسترفع النسبة إلى 90% نهاية العام 2018 ليكون العام 2019 هو الإعلان عن إطلاق أول شعرة غاز طبيعي في البلاد. ولم يحدد اللعيبي موعدا لبدء تزويد الكويت بالغاز، لكنه أشار إلى أن لجنة حكومية عراقية ستزور الكويت الأسبوع المقبل بشأن الاتفاق. سادة الأكار مستمرين فقرات برنامج فابقوا معنا. أعلن البيت الحيواني في جامعة ذي قار عن توقيع اتفاق مع جامعة فلورنسا الإيطالية لتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية وتطوير صناعة الألبان في أهوار ذي قار، لافتا مشروع التلقيح الاصطناعي للجاموس المزمع تنفيذه بالتعاون مع منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة في مناطق الأهوار بلغ مراحله الأخيرة، مرجحا انطلاقه قريبا، موضحا أن في الوقت ذاته أن عملية التلقيح الاصطناعي سيجري تنفيذها بصورة واسعة لأول مرة في العراق. كشفت دائرة بيئة بابل عن سعيها لإعلان مواقع منخفض في المقاطعات الثلاث أبو لوغا وأبو عويسج والجيلاوية الكائن في ناحية الإسكندرية كمحمية طبيعية، وعزت هذا القرار إلى أن المواقع يتمتع بغنى في مكونات التنوع البيولوجي، كما أنه يحتوي على العديد من الأحياء المائية والطيور المستوطنة والمهاجرة والمهددة بالانقراض، وتبلغ مساحة المنخفض 6,000 دونم ومساحة مائية تبلغ 3,000 دونم. ودعت الدائرة صياديد المتواجدين في المنخفض وباقي محافظات الفرات الوسط إلى اتباع الطرق الصحيحة في الصيد وعدم اتباع الوسائل التي من شأنها أن تتسبب بإنقاذ بعض الأحياء المائية والطيور كالصيد بالصعق الكهربائي أو استخدام السموم. أكد محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري أن صندوق إعادة الإعمار لم يمنح المحافظة سوى 227 مليون دينار عراقي فقط، بينما منح محافظات أخرى مبالغ تقدر بالمليارات، مبين أن المبلغ المذكور خصص للجانب الأمني فقط. وأضاف محافظ صلاح الدين أن الصندوق تناسى ما تمر به المحافظة من انهيار كامل في البنى التحتية إضافة إلى دمار مناطق بأكملها، ويفوق الدرجة القانونية
للمنكوبة كبيجي ومناطق أخرى، مطالبا الصندوق وتبني رؤية واضحة وحصر الأضرار الجسيمة التي تعرض لها صلاح الدين ومناطق المنكوبة وأنصاف أهلها. مشاهدين الكرام، كانت هذه حقيبتنا الأسبوعية وفيها كل ما يختص بالاقتصاد العراقي. موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل، وللمشاركة بآراءكم ومقترحاتكم نرجو تواصلكم عبر العناوين والروابط المدونة أسفل الشاشة. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مصرف الخليج التجارية.